من أحسن مواقع التعلم الإنجليزي bbc.co.uk، بتلاقي قسم خاص بليرنينج إنجليش مثل البي بي سي، إنها بيبقى عندها خبراء بيتولوا إن هم يشوفوا أحسن الكلمات المنتشرة واللي موجودة كتير، وبيبدأ يديك أمثلة وتبدأ تسمع حد بيتكلم إنجليزي مظبوط، وبرضه تبقى متابع الأحداث اللي بتحصل، وبيديك كل حاجة، بيديك المعاني بتاعتها والمرادفات بتاعتها، وبتسمع حد بيتكلم انجليزي مظبوط. يعني من افضل الحاجات اللي الواحد ممكن يتعلم منها انجليزي، وتقدر تسمع صوت او وتتابع برضو مع البي دي اف.